في طيارة لاقي قذيفي قذيفي ايه على كرسي جدا مضحك طلعت كيف ضحك ماو قذيفي كيف ضحك هلا بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكرة انه شغلي منيحة بما انه اقتنعت يعني هي انه بالفعل هذا اولادها بيلعبوا فصرت كل ما تجي الطيارة او كذا طالع الجوال قال له تعال نضحك هذول الاولاد عم يلعبوا كذا هذا عيد ميلاد هذا عيد كذا يعني قدر الامكان انه حاول انه فهمه انه هذا شيء ما هو سيء شلون هذا شيء بضحك يعني ملينا من توجيه الرسائل بدنا بس الأطفال تعيش حياة كريمة بس لا أكثر ولا أقل طموحات ما ضل عنا تمام طموحنا الأول إنه نعيش حياة ما فيها قصف ولا فيها طيران والأولاد يتعلموا ويكملوا حياتهم بس